البيئي الذي هو فريد جدا في هذه المنطقة. وهناك الكثير من الأماكن، وهناك أماكن مختلفة. حضرنا إلى هنا والمكان رائع، ونجري دراستنا لفهم الدور الذي يتم لعبه، ولكي نفهم ونتنبأ بالتغير المناخي وتأثيره على الأنظمة البيئية. للقيام بذلك يجب أن نتعامل ونتعاون مع الكثير من الجهات، وبشكل خاص نحن نتعامل مع زملائنا في ألمانيا من بولشتاين، وفي الشهر القادم سوف نقوم بعمل دراسة، وتكون هناك فرصة لفهم كيفية تغير هذه النظم عبر المواسم والفصول. هناك الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها للبشرية من خلال التنوع البيولوجي، ويجب أن يكون هناك أهمية للقيام بهذه الأدوار ولحماية الأنظمة البيئية، وأيضا التنبؤ بالمخاطر التي تحيط بالبيئة ومكوناتها الأساسية، والتهديد الخاص باستكشاف الموارد البحرية. نحن نتصرف بشكل سريع ونحاول أن نحمي هذه العلاقات. نحن أرسلنا العديد من الوفود لاتخاذ إجراءات لحماية البحار والمحيطات، وتحياتي لكم، وأتمنى لكم مؤتمرا سعيدا. أشكركم على الدفاع عن المحيطات وعملنا وعلى مبادرتنا، وأن أؤكد أن هذا التنظيم أنتم، نحن فرنسا أوروبا، السيدة الرئيسة، نحن نطالب أن نقوم جميعا بحمايته. سيد الرئيس، أعتقد أننا لدينا الكثير يريدون التحدث. إحدى الشابات جينا مانيسا من جنوب أفريقيا. Thank you. Your excellencies, you've made it clear. We have and we know. ونعلم ما نحتاج أن نفعله. الوقت يمر بالنسبة لمستقبلنا ولكوكبنا، ولهذا فإنني أود أن أتطلع، وأود لنا أن نتطلع للأجيال القادمة، وأن تكون هناك مناطق محمية لحماية غدا. يجب أن يكون هناك أدوات للحماية، لحماية الحياة البحرية وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي المستدام. وبنيابة عن الشباب وعن أفريقيا، أنا هنا لكي أؤكد أن لدينا العلم ولدينا البيانات ولدينا الخطب، لدينا المزيد من كل شيء. نحتاج منكم أن تتصرفوا الآن وأن تستفيدوا من هذه المنصة لكي تظهروا الدعم المناسب للاستراتيجية الخاصة بأفريقيا 2063، وأن يكون هناك إطارا يحمي 50% من محيطنا، وهذا أمر جمعي لكل محيطنا، ويحمي من حماية، يحمي من فقد التنوع البيولوجي، والوصول لطريقة عادلة وآمنة لحماية البشر. ويجب أن يكون هناك شركاء
من كل أنحاء العالم. يجب أن تفسحوا الطريق للوكالات الكبرى وأن تكون هناك محاسبة وتكون هناك. لقد حان الوقت لمستقبلنا أن يأتي. وشكرا. Pour la France et être le porte-voix de quelques collègues qui n'ont pas pu être là. Bon, on a le premier sujet qui est la protection des aires marines. Aires marines, aires terrestres, on connaît l'agenda. Donc, peut-être faire le point de où on en est grâce aux engagements qui ont été pris. هذا الموضوع الأول أي حماية المناطق البحرية. هناك التزامات قطعت في إطار هذه القمة. كما ذكرت فقد قمنا بإنشاء تحالف طموح من أجل بلوغ هذا الهدف. لقد قمنا بإطلاق في إطار قمة كوكب واحد مع كوستاريكا أطلقنا هذا التحالف إذن الذي بدأ يؤتي بثماره. هذا التحالف كان في البداية يتكون من 50 عضوا، اليوم أصبح يضم 80 بلد. سنقول من لا ليس معنا اليوم ولكي نضع الكثير من الضغوط عليهم لكي ينضموا إلينا في مبادرتنا. فرنسا ستعلن اليوم أننا تجاوزنا الحد الذي كان محدد 23%، وذلك بفضل المرسوم الذي وقع اليوم أننا تجاوزنا هذه النسبة على مساحة الأراضي الفرنسية لكي نحمي الهواء، والآن الهواء يعتبر محمي، وخاصة المحميات الطبيعية أيضا ومهمة جدا. وأعتقد أن يوجد الكثير من الشعاب المرجانية التي تم حمايتها، وأكثر من 50 مليون طائر بحري تم حمايتها. وأقول إن فرنسا ثاني قوى بحرية في العالم تقوم بهذه الإجراءات، لأن أراضينا وبحرينا يجب أن نحميهم. بالفعل نحن وصلنا إلى 30%، لكن أعتقد أن الأصعب هو القادم. كما يقول الخبراء نحن سوف نقوم بالعمل على زيادة أكثر من 10% للحماية بالقوة. كما أقول لم نستطع أن نفعله في كل مكان، لكن سوف نتحرك للحماية. نحن لدينا هذه النسبة 10% للزيادة. نحن وصلنا اليوم إلى 2% أو من 2 إلى 4% لهذه الحماية، وهذا يعني أننا على الطريق السليم. ومن هنا حتى 2030 سوف نتجاوز هذا. نحن نحترم أجندة. إذن 30% التي وصلنا لها إنها بفضل عمل كبير. فقد بدأنا ب10% وننتقل الآن بنسب جيدة جدا تزيد من 2 إلى 4. وكما قلت أن رغبة السيد الرئيس فريتش فيما يخص المساحة أو المياه الاقتصادية الخاصة ببولونيزي بالفعل تحظى بالحماية البيئية اللازمة وحماية الشعاب المرجانية، وأيضا الصيد الصناعي الذي كان مهم، وأيضا كل ما هو تعليمي وتربوي تم عمله. إنها نقاط مهمة جدا لنا جميعا، لأن أيضا في ريو أصلا لأنكم أيضا منطقة واعدة جدا ووعدتم بالكثير. والمهم أن نعلم أبناء الأطفال كيف ما هو التوازن البيئي، ما وهذا بديهي. وأعتقد أنكم كشخص تربوي أنتم عليكم دور في زيادة حماية هذه الأنواع البحرية. سيدي الرئيس بولونيزي وأنسوميت، نحن متعهدون معكم، نتعهد معكم بذلك.
بعد ذلك يوجد كل الأسئلة الخاصة بالصيد الجائر والصيد الغير شرعي والصيد الغير منتظم. إنهم في تواصل جيد ومرتبطين بعصابات الصيد والمافيا وفي ونلاحظ ذلك في خليج غينيا أيضا وفي الكثير من المناطق الأخرى أيضا في غويان في المحيط الهندي وفي المحيط الأطلسي أيضا. أؤكد أن وجود السيدة الرئيسة بيلو التي بيننا اليوم وتعلم جيدا هذا الموضوع. الصيد الغير شرعي للأسف هو نشط جدا. نحن هو نشط ونحاول أن نسيطر عليه، وكما تحدثت رئيس الاتحاد الأوروبي يجب أن نفعل وندعم العمل المشترك. لذلك كل ما يخص تنظيم الصيد لدينا تقليد فرنسي فيما يخص عندما تكون في البحر يجب أن يكون لديك الوقت للعمل مع شرطة المسطحات، وعندما تذهب إلى مثلا دولة أخرى تحاول الصيد الغير شرعي فيوجد مواجهات مع. لذلك يوجد لدينا الآن مبادرة أوروبية لتوحيد هذا العمل، قوات إضافية لكي تستطيع أن تدير هذا العمل كما يجب. نحن لدينا إيطاليا والبرتغال وهولندا وألمانيا جاهزين لتوسيع هذه الاتفاقية. نحن لدينا عمل لكي نقوم بمراجعة ومعاقبة والسيطرة على هذا العمل الصيد الغير شرعي أو الصيد الجائر، لأن أعتقد أنه عمل من أعمال المافيا كما ذكرت منذ قليل في قناة موزمبيق وخليج غينيا والكثير من الأماكن الأخرى. نحن بدأنا على خلق أو تأسيس عمل مشترك وعمل حقيقي أوروبي بمعايير دولية في البحر لكي نكافح هذا الصيد الجائر الصيد الغير شرعي. أشكرك مدام برتاريا لما ذكرتموه، وخاصة هذا العمل والالتزام الذي سوف يأتي قادما ومؤسستكم ونحن ندعمكم. نحن نرى كيف تقوم المؤسسات والباحثين والدول تعمل على تفعيل هذه الأجندة. نحن نريد أن نذهب أبعد من ذلك ونتمنى أن ننجح في الذهاب أبعد من ذلك، وخاصة لأن الموقع أصبح صعب. أريد أن أحيي الحركة التاريخية التي قامت بها إيسلندا والتي أكدت، واسمحوا لي أنني أؤكد باسمهم وأريد أن نحييهم أنهم بنوا الصيد الجائر أو وأحييهم على هذا. والكثير من الدول ومنها دولتكم الذين وقعوا على اتفاقية الاتفاقية الخاصة بحماية المحيطات، ولذلك أؤكد أنه بالفعل سيوجد الكثير من التفتيش والمراجعة لتفعيل هذه الاتفاقات. فالمغرب أيضا وجامايكا وتيمور الشرقي وتيمور الغربي والبولونيزي والجزر القمر وقعت على هذه الاتفاقية التي تنظم عمليات الصيد سواء الجائر أو الغير شرعي. أعتقد أنه يستحق أكثر التحية أكثر من ذلك لأنها دول بحرية كبيرة ولديها الكثير من أعمال الصيد، والتزامهم هذا مهم جدا ويخضع لنظام سيطرة محدد ويجب أن ندافع عنهم. وكي نذهب إلى إنهاء عمل الأجندة، نحن نعرف جيدا سوف أعود إلى فرنسا. المشكلة التي تخصنا والتي نعلمها، وأعتقد أن في خليج غاسكوني يوجد موضوع معقد جدا، وأشكر السيد وزير الشؤون البحرية الذي يرافق مجموعات الصيادين وتناقش معهم. لدينا كاميرات وأجهزة استشعار والكثير، وتحدثت مع وزير الاتصالات بالأمس.
نحن غير راضين عن الموقف اليوم، والكثير من المنظمات قالت ذلك. سوف نسرع بنشر هذه المنظومات، ونحن نحاول أن نكون مسؤولين ونحترم كل الأطراف المعنية، لأن من خلال هذا الالتزام الصيادين لديهم الكثير من القيود، وسيفقدوا الكثير من قدرتهم على الصيد، لأننا نحد الكثير من نشاطاتهم، وهم يعيشون لحظات صعبة، وأيضا مع ارتفاع أسعار المحروقات يجب أن ننجح أن نحافظ أن نعمل على التوازن بين هذا التحدي، هو حياة الصيادين والصيد والتنوع البيئي، وأعتقد أنها تخضع لخطة عملنا. ونكثف عملنا البحثي، وأول حملة ألقيناها للمراقبة الدرافيل منذ فترة، وسوف نستثمر أكثر في ذلك، وسوف نسرع في نشر المعدات وتسليم المعدات التي تستطيع أن تحمي جميع الأنواع التي والتي يمنع صيدها، لأنها بالفعل حرب قوية، ويجب نقوم أيضا بتحمل التكلفة الخاصة بهذه المنشآت والقوى البشرية التي تستعمل على ذلك. وأيضا أريد أن أعبر عن ذلك اليوم، وأن أعلن عن تحمل مسؤوليتنا عن هذا الموضوع. وأيضا فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وموناكو سوف يطلبوا لمنظمة البحر المنظمة البحرية الدولية أن تحدد منطقة للإبحار، وسرعة السفن سوف تقل بناء على ذلك. وأيضا فيما يخص الصيادين، نحن تحدثنا معهم، لدينا فكر جماعي الآن لاحترام والتقدم، لكي نستطيع أن نعيد إنتاج أو تكاثر أنواع المهددة بالانقراض. بالفعل أيضا يوجد السلاحف البحرية أيضا التي محمية ولدينا التي مهددة بالانقراض، ولدينا الكثير من الحلول التي وأيضا يوجد الكثير من الأمهات التي نحميها الآن لكي نستطيع أن نعود، ويكون وأيضا يوجد جيل جديد من شباك الصيد التي لا تسمح بصيد هذه السلاحف، لذلك سوف نقوي ونشدد على القوانين والقواعد الخاصة بهذا الأمور باسم فرنسا. لكن أيضا الكثير منكم أعلن التزامه، كما ترون نحن نتقدم بعقلانية وأجندتنا تتقدم في هذا الموضوع. شكرا جزيلا على لكم جميعا على كل ما فعلتوه. شكرا لكم، شكرا.